السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا في فيديو جديد. طبعا في هذا الفيديو سوف نرى جميع القنوات الناقلة لمباراة كلاسيكو الذي يجمع بين نادي ريال مدريد ونادي برشلونة اليوم في الدوري الإسباني للجولة 29. سوف نرى جميع القنوات الناقلة، لنبدأ على بركة في التفاصيل أكثر. فلا تنسى الاشتراك ولايك للفيديو سلك الجديد، وينمر الآن إلى التفاصيل أكثر والقنوات الناقلة لقمة الدوري الإسباني اليوم، حيث يوجد هناك العديد من القنوات الناقلة للمباراة الكبيرة الكلاسيكو، والذين أهمهم هما الذي سوف نشاهده في الفيديو. القناة الأولى هي بين سبورت HD1 من تعليق المعلق حافظ الدراجي معلقا على المباراة على قناة بين سبورت HD1. لدينا قناة سان سبورت 1، لدينا سبورت سمارت HD، بين سبورت HD1 انجليش، بين سبورت HD1 فرانس، لا ليغا تي في بار، نوفا سبورت HD3، توكمي سبورت HD، بريم سبورت HD2، بين سبورت كونيكت، ولا ليغا تي في HD، وسبريم سبورت لا ليغا HD. طبعا هذه هي القنوات الناقلة، وتوجد العديد من القنوات لكن أبرزها هي قناة بي سبورت HD1 من تعليق المعلق حافظ الدراجي.